فيها ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. آية واحدة أقسم بالله لو عظمت الله فيها، والله تعظم أوامر الله، أقسم بالله لو عظمت بس السماء هذه يا إخوان. الله سبحانه وتعالى يقول وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ترى ما هي سماء واحدة، من الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، سمك السماء الدنيا 500 عام، من السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، سمك السماء الثانية 500 عام، إلى السماء السابعة، والله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه جل وعلا وينظر إلينا أن جلسنا هذا المجلس نذكر سبحانه وتعالى من أجل أن نعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. يا غالي عظم الله، أقسم بالله تعظم أوامر الله. أقول لك على شيء يصير معانا ومعاهم يصير معاك، يدل على عظمة الله ويدل على جرأتنا على الله. واسمحوا لي أقول لكم هذا الموقف، يدخل غرفته ومعاه بنت أو يدخل لوحده ويقفل الباب ويطلع ورق الشام ويجيب الحشيش ويبدأ يفرط، أو يفتح اللابتوب أو يشغل الآيباد ويبدأ يشوف إيش؟ يشوف ما يغضب الله من مقاطع وصور وممكن يغازل. قفل إيش قلنا؟ قفل الباب وجلس في هذه الغرفة يبارز من؟ يبارز الله. تدري في هذه اللحظة اللي انت قاعد شغال على اللابتوب ولا قاعد تفرط ولا قاعد مركب هيدسيت ولا قاعد تفسخ ملابس تبغى تفعل فاحشة وتبارز الله، تدري الله في هذه اللحظة ايش يسوي؟ الله يدخل لك من تحت الباب اكسجين عشان ما تموت على معصية. الله رعاية يا شيخنا. يا الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. شيخ نايف أقسم بالله يا شباب لو تفكرنا في خلقتنا نحن والله نعظم الله ونتوب. يا أخي الغالي تعرف أنت أصلك من إيش وأنا أصلي من إيش؟ من ماء، ثم بعد ذلك تكون إلى دم، ثم بعد ذلك إلى علقة تعلقت في الرحم، ثم بعد ذلك إلى مضغة، ثم بعد ذلك هذه المضغة صارت عظام، ثم بعد ذلك هذه العظام أصبحت لحم، فكسونا العظام لحما فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. من أجل ذلك قال الله يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايش كنت يا غالي انت؟ كنت ماء ثم بعد ذلك اصبحت دم، ثم بعد ذلك اصبحت علقة ثم مضغة، ثم كسونا العظام لحما فانشأناه خلقا اخر. والله ايش يا غالي. الله اكبر. ابشر بخير يا رب. ابشر. الله أكبر. أبشر بخير. الله أكبر. يا أخوان لن نعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك. الله أكبر. لن نعظم الله فعظم أوامر الله. عظم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك